الشهيد مش بس بنحارب اللي قتله، حق الشهيد مش بس بنجيب اللي قتله، حق الشهيد بنجيب حلم الشهيد. الشهيد من ايه؟ عشان عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية. العسكر واقفين في وشنا عشان ما يجيش العيش بالحريه والعداله الاجتماعيه. لما حشيل المجلس العسكري مش كفايه، في صف تاني حقيقي، في مصانع، في رجال اعمال فاسده، في اسرائيل اللي بتاخد الناس بتاعنا ببلاش، في ناس عاوزه تحكمنا بس مش عاوزه تنفذ اللي احنا عاوزينه، في ناس عاوزه تركبنا مش تحكمنا بما يرضي الله، في موظفين فاسدين وقاعدين بينهبوا. لسه قدامنا مشوار كبير، قدامنا تطهير، قدامنا تغيير. لسه الداخلية بتعذب من الإسلام، لسه الداخلية بتعذب من الإسلام. وطبعا اكتشفنا إن الجيش كمان بيعذب. كل ده لسه قدامنا مشوار طويل، لسه قدامنا مشوار طويل علشان نغيره. مطلوب مننا ننزل، هنشيل حكم العسكر في الخطوة الأولانية. لكن الدولة دي دولة ثوار، الدولة دي دولة أحرار. واحنا هنطهرها واحنا هنحررها ومن